مباحثات ثلاثية بين الشعب والاشتراكية وحزب النيوس لتشكيل الحكومة. الجيش النمساوي يختتم عمليات مكافحة إنفلونزا الطيور. تزايد التهديدات الإرهابية بسبب الدعاية المتطرفة عبر الإنترنت. البنك الوطني يحذر من تقليص الإنفاق بسبب تأثير التضخم على المدخرين. استمرار الركود الاقتصادي في قطاع الصناعة والبناء. الطلب على دورات اللغة الألمانية يصل إلى مستوى قياسي. تحذيرات من تدهور جودة الهواء في فيينا بالغبار. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على لمسة ميديا لهذا اليوم. عقدت اليوم مباحثات ثلاثية بين حزب الشعب FOB والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ وحزب النيوس لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي. والتقط زعيمة حزب النيوس بياتمان رازينجا مع المستشار نيهاما وزعيم الحزب الاشتراكي أندراس بابلا في اجتماع مطول تم من خلاله مناقشة فرص إقامة تحالف حكومي واسع ومستقر. وأوضحت مانيل رازينجا أن الأجواء كانت إيجابية وأن حزبها يسعى لتحقيق أجندة إصلاحية تدعم التعليم وتخفف الأعباء الاقتصادية، مشددة على أن الهدف ليس مجرد تشكيل حكومة أسود أحمر بل إقامة شراكة تضمن التغيير. اختتمت القوات المسلحة النمساوية يوم الأحد عملياتها للسيطرة على انتشار إنفلونزا الطيور في منطقة أمشتتن بولاية النمسا السفلى. وكانت قد أرسلت وحدة الدفاع الكيميائي والبيولوجي ABC من كورنويبوغ فريقا مكونا من 18 جنديا يوم الجمعة لتعقيم مركبات نقل الحيوانات النافقة. وأعلن مساء الأحد عن اكتشاف حالتي اشتباه جديدتين مما رفع عدد المزارع المصابة إلى 4، إحداها تضم منشأة لتربية 29,000 دجاجة. وأنجز الجيش 785 ساعة عمل في منطقة بيباباخ حيث قام بتعقيم 20 مركبة صغيرة و18 شاحنة قاطرة. وأشادت وزيرة الدفاع كلاوديا تانا بكفاءة الجنود في التعامل مع المخاطر البيولوجية. أعلن رئيس مديرية حماية الدولة والاستخبارات في النمسا عمر حجاوي بيرخنا عن تزايد التهديدات الإرهابية مع ارتفاع عدد المتطرفين الإسلاميين. وأوضح بيرخنا أن الوضع الأمني في أوروبا شهد تصاعدا بعد هجوم حماس على إسرائيل، حيث أدى هذا الهجوم إلى تعزيز الدعاية المتطرفة مما ساعد في تطرف أفراد في النمسا وتهيئتهم لارتكاب أعمال عنف. وأكد على نجاح جهاز الاستخبارات في إحباط عدة هجمات خلال العام الماضي رغم تحديات مواجهة تهديدات صغيرة من أفراد متأثرين بتنظيمات مثل داعش. ومع تزايد الدعاية المتطرفة عبر الإنترنت أعلن حجاوي بيرخنا عن خطة لتكثيف التدابير الأمنية خلال موسم عيد الميلاد. أكد روبرت هولتسمان محافظ البنك الوطني النمساوي أن التضخم المرتفع قد ألحق أضراراً بالمدخرين، ورغم أن زيادات الأجور قد خففت جزئياً من هذه الخسائر إلا أن التركيز الحالي للمستهلكين ينصب على إعادة تعزيز مدخراتهم. وأضاف هولتسمان أن الأزمات العالمية الحالية دفعت المستهلكين إلى تقليص الإنفاق والاستثمار مما أثر سلبا على الاقتصاد من خلال تقليص الإيرادات الضريبية. وأشار هولتسمان إلى أن استعادة الثقة تعد خطوة أساسية لتحفيز الاقتصاد في ظل تراجع الإنتاجية وجمود تنافسية النمسا مقارنة بألمانيا، كما تحدث عن تأثير نماذج العمل الجديدة التي تقلل ساعات العمل على الإنتاجية، داعيا إلى الحذر من التكتلات التجارية في ظل التهديدات المحتملة بفرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. كشف تقرير صادر عن المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية فيفو أن قطاع الصناعة والبناء في النمسا يعانيان من ركود مستمر امتد تأثيره إلى أجزاء من قطاع الخدمات وسط توقعات متشائمة لدى الشركات والأسر.
وأوضح الخبير الاقتصادي شتيفان إدرا أن الأسر تتجنب الإنفاق بدرجة تفوق حظرها خلال أزمة 2008 و2009 وفق استطلاع أجرته المفوضية الأوروبية، ما يعكس ضعف ثقة المستهلكين ويؤخر التحسن الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن ضعف القطاع الصناعي يظهر أيضا في منطقة اليورو والولايات المتحدة، في حين سجل الاقتصاد العالمي نموا محدودا بدعم من الأسواق الناشئة. بلغ الطلب على دورات اللغة الألمانية المخصصة للاندماج في النمسا مستوى قياسيا مع تزايد أعداد الحاصلين على حق اللجوء والحماية المؤقتة وفقا للصندوق النمساوي للاندماج UEF. وتم استغلال نحو 58 ألف مقعد في دورات اللغة الألمانية من يناير حتى أكتوبر بزيادة تقارب 3% مقارنة بالعام السابق، واستحوذ التفين على 61% من مقاعد هذه الدورات. وفي العام الماضي تم تمويل نحو 66 ألف مقعد، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذا الرقم للعام الثالث على التوالي. وتصدرت سوريا قائمة الدول المستفيدة ب 27500 مقعد، تليها أوكرانيا، بينما بلغت نسبة مشاركة النساء حوالي 43%. تدهورت جودة الهواء في فيينا مؤخرا، حيث سجلت محطات قياس جودة الهواء ارتفاعا بنسبة الجسيمات الدقيقة بسبب الظروف الموسمية وبداية موسم التدفئة، بالإضافة إلى استيراد ملوثات من مناطق مجاورة. وفقاً لخبراء الطقس، يعود سبب هذه الزيادة إلى انبعاثات الصناع والمركبات. وأوضح الطبيب البيئي هانس بيتا هوتا أن ارتفاع تركيز الملوثات في الخريف والشتاء أمر شائع، خاصة مع قلة الرياح وظاهرة الانعكاس الحراري التي تمنع تشتت الملوثات. ونصح الخبراء الفئات الحساسة بتجنب الخروج إلى حين تحسن الأجواء، حيث يتوقع أن تتحسن الظروف الجوية مع نهاية الأسبوع. كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوكرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.